اتجاه اكبر جبل في النواحي. راهو فين هو راه النواحي شو قلنا قدرنا يتطالب ودور تشكرا جبل تقول لي جبل اكادير نطالب طلعوا لي مغاقش بدا الطيسة هادي كتكون فيها الحناش هنا راه كان واد قديم كلها هنا شعكة في هاد القنج هنا فين كيقلك كيطلعو كيشو كيبغيو يصيدو الحناش هادوك صحاب اللي كيحتاجو الحناش اما صحاب جامع الفناء ولا هادوك حريقية ولا هادي قالك كيجيو هنا كيصيدوهم هذا غار ديال الحناش هذا راه غيكون كاين فيه الشعوك شو الغير اغار اغار الغار ديال الحناش كنشوف نفس الرئيسة و كيبان لكم في الكاميرا قريب صغير غير توصل ليه كاع راه جبد يلا هنا في هاد البلايص هادو عندهم دابا هنا الجنانات بالليل كيهبط ليهم الحلو هادو هما الجنانات كتشوف هاد الخضورة كاملة كيهبط ليهم الحلوف بالنهار كيطلع على هاد الجبل كاين الغيران ديالو في هاد البلاصة هاد الجبل بعدا مكاينش غار ديالو هكا ها كاين اللي راه واحد الغار ديالو لهيه الحلوف شكون هما ثلاثة أربعة خمسة في الغار يكون دابا طلعوه قتلوه الحلال في اللي فيه وردموه كيف قلت حينت الحلال في الليل هادو كيتخبوا بحال هاد الغيران هادو بحال دابا هذا راه مردوم وكيهبطوا لهاد الجنان لتحت بالليل كيبداو يخسروا لهم الماكله ديالهم ويخسروا لهم هادشي هذا داك شنو الغله ديالهم المنشوش كيبداو ياكلوا لهم داكشي يخسروا لهم وبالصباح كيطلعوا للجبال كيتخبوا بحال الغيران بحال دابا هذا مردوم غالبا وصلوا ليه يكونوا قتلوه كاين شي غيران محلولين في هاد البلايص هادو داك الجبل اللي ليه غتلقاهم بالنهار ولكن بالليل الى هبطتي بالليل للجنان غتلقاه في الجنان ها هما الجنان هما داك الخضر الريبو حتى هو
هذا غار، هذا غالبا غيكون فيه هنايا، واحد الغار كاع ما وصلنا لقمة الجبل. الله هاكا الدوار فين خلينا انا مازال طالعين انا و المحجوب هاو كيسلم عليك ديال هنا معروف عليهم داك الحنجبوس كيتسمى الكوبرا. الغيران ديالنا شو كيدايرين هنا، شكون مخبي في هاد الحال كتلقى هاد الغيران. الله من الشباب اللي باغي نكتشفهم كيفاش غنطلعو للقمة، كيفاش غنديرو التسلق، فين غنطلعو فين خصني نطلع. عندو بالي لاصقة مزعجة شي ايه كنت لاحيت ليه ايه خرج لك شي حنت هنا والله يخرج لي شي حنت جبت ليه اجي 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 اخويا اش كدير هنا جابك لينا الله جابك الله شحال هادي ما كنت حتى ماشي حتى ماشي مالك واخيرا حققنا النية ديالنا، طلعنا للمكان ديالنا. اش يقولوا ليها قصبة ولا قلعة ولا ديال اكادير نيتش الطالب، واحد المنطقة جبلية عالية بزاف. كاين شي واحد اللي كيقدر يطلع على هاد الجبل في هاد الوقيتة ديال الصيف تيكون هاد الوقيتة ديال الصيف تيكون حناش بزاف مازال الشك بزاف الناس كيزعموا كاين الصيف هنايا اللي مصاحت الصيف الصيف هذا ومحجوب ايه ما احنا في القمة ديال الجبل ديال اكادير نيتش الطالب اعلى قمة في هاد المنطقة ديال دوار الجزيرة وهو كذلك اكادير نيتش الطالب والدور الاخرين كاين عشان تقدر تطلع على الجبل هذا.
كيبان لكم من هنا قريب، ولكن راه فيه ضرب. هذا جرت له بحالي. ايوا يلا ان شاء الله في راسكم. واخيرا باش هبطنا من الجبل الحمد لله قريب، باقي تقول باقي ما هبطناش 100%، باقي شويه عندنا شويه الجبل ديال الطريق لتحت باش نوصلوا. الحمد لله ما صافطفناش بعدا لا الحلوف لا الفعا لا عقرب، اللهم لك الحمد. واصلا معروف هنا بحال دابا الحناش ملي كيسمعوا شي حس بعيد عليهم اللي هو هذا شي هرب، يعني شي كذب على كذب، يقولوا كي تم غادي تجي خرج لي حنش ديال الجنوب هادشي لا تبدا تما شي غادي ودير الحس الا سمعوا كيهرب كيبقاش البلاصه اللي انت فيها، ما عدا الا اذا كان مشيتي للبلاصه اللي ساكن فيها ولا الا كان مبيض مثلا حاط البيت ديالو تما كاين مقدرش يهرب صافي كتمشي شي شي شغل مقدرش يهرب لك. علاش؟ لان عندو البيت ديالو عندو هذا هنا ديك الساعه الا قربتي ليه شي شويه واحد الخاطر يقدر يعرف. من غير هاد الشيء هذا الا ما كانش مضروب ولا ما كانش مثلا مبيض ولا شي حاجه تيهرب